رهيب ابن الروح القدس الآن واحد أمين. حلقة جديدة مع قناة دكتور أوجستين. بإذن الله مكملين مخطوطات نجاح حمادي، مخطوطات تأثيرها مش عادي. حلو العنوان، رجاء محبة مشاركة الفيديو وعمل لايك، وما ننساش لو حضرتك جديد هتلاقي زرار أحمر تحت زر الاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان توصلك الفيديو اللي احنا بنتكلم عنه. احنا قلنا ان الاسفار اللي تم موافقة الكتاب، موافقة الكنيسة عليها وتصديق عليها، هي دي الاسفار القرآنية. ما خل هذه هي تعتبر اسفار ابو كريفة، او ممكن تبقى اسفار تعليمية زي رسالة الراعي هرماس. الابو كريفة يعني مرفوضة بتاتا. او فيها شك، وهي لا ترقى للأسفار القانونية. مخطوطات نجع حمادي معروفة باسم المكتبة الغنوصية، تم اكتشافها سنة 1945 بالقرب من قرية نجع حمادي في صعيد مصر. واكتشف أحد سكان القرية جرة خزفية أسفل جبل الطريف بالقرب من دير القديس بخوم على الضفة الشرقية للنيل شمال شرق نجع حمادي في صعيد مصر. فقام بكسر الجرة فوجد بداخلها 13 مجموعة عبارة عن مخطوطات مجلدة من البردي القبطي، محتوى على 52 كتاب كودكس كانت ضمن مكتبة جماعة غنوصية في صعيد مصر، عرفت لاحقا بمخطوطات نجع حمادي. الكتابات الغنوصية، الغنوصيين دول كانوا بيرفضوا ان الله يتحد بالمادة، فبالتالي كانوا يرفضوا ان الله يتجسد، ده فكرهم، زي اخواننا اللي بيرفضوا ان الله يتجسد مع ان الله ظهر في شجرة العلقة لموسى. يعني الله اللي ظهر في شجرة العلقة لموسى وظهر على الجبل في اثار برق ورعد ونور ما يتجسدش. الله قادر على كل شيء، الملك يستطيع ان يكون انسان عادي، لكن الإنسان العادي هل سيصبح إله؟ المخطوطات بتحتوي على أناجيل والكتابات الغنوصية. الغنوصية قلنا أبو كريفة مش قانونية، حتى منتصف القرن التاسع عشر ميلادي عام 1850 لم نكن نعرف من الآداب الغنوصية الواسعة انتشار وكثير العدد، باستثناء ما فندوا ونقلوا إلينا كتاب الكنسيون قديس إرينيوس، هيبوليتس، أبي فانيوس. طب ليه يا أغسطينوس ده بتكلمنا على الأبوكريفة؟ بكلمكم على الأبوكريفة لأن الكنيسة في الوقت ده كانت ليها بطريقها ولأساقفتها اللي رفضوا الكتب دي، لأن لو الكتب دي كانت قانونية كانوا قبلوها، فهم كانوا بيردوا عليها وبيفندوها. فتاريخيا كان في جماعات بتعمل كده مع نفسها، كاتبه حاجات مع نفسها بكتابة ايد مش وحي مقدس، فالكنيسة رفضها. وده دليل ان الكنيسة بتختار الحاجة الصح وترفض الحاجة الغلط. وترجع لتاريخ النص الثاني من القرن الرابع والقرن الخامس والسادس الميلادية، نلاحظ ان في القرن الثاني، النص الثاني من القرن الرابع، يعني عدى قرن اول وقرن تاني وقرن تالت ونص القرن الرابع، مفيش كتابات من الاناجيل دي والابوكريفا المحرفة اللي هي الغلط، اللي هي اصلا ابوكريفا. يعني زي دلوقتي واحد يطلع انجيل برنابا وحاطط لي املتين ويقول لك ده انجيل وده عند المسيحيين، ما عندناش الكلام ده. كتاب الغلط من زمان اتقال عليه غلط، حاجة مش بتاعتنا، حاجة انت كتبتها وعايز تلزقها للدين بتاعنا، مرفوضة، العب غيرها. بالاضافة في حاجة اسمها مقتطفات من انجيل مريم طبعة شميدت سنة 1896، كل ده ابو كريفة، كل ده مرفوض، الكنيسة رفضاه من القرون الاولى. قد اصبحت مخطوطات نجع حمادي ملكية قومية، تم إيداعها بالكامل في المتحف القبطي فيما عدا مخطوط واحد قد اشتراه
في يوم في مايو عام 1952 معهد يونغ مدينة زيورخ ألمانيا، قدموا لعالم النفس كارل جوستاف يونغ زميل سيغموند فرويد بمناسبة عيد ميلاده. لكن بعد وفاة يونغ عاد المخطوط لمصر وأصبح ضمن ملكية المتحف القبطي. يحوي بذلك المتحف القبطي كل مخطوطات نجاح حمادي الـ13. عام 1956 دعت مصر متخصصين من جميع أنحاء العالم لعقد مؤتمر في القاهرة لدراسة خطوات قراءة وترجمة ونشر تلك المخطوطات، ولكن حصل تم إلغاء المؤتمر ده نتيجة العدوان الثلاثي بريطانيا فرنسا وإسرائيل على مصر في نفس السنة. وفي سنة 1961 دعت اليونسكو منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة لعقد مؤتمر تاني توصل لتشكيل لجنة علمية لتصوير جميع مخطوطات نجع حمادي، وتم نشرها فيما بعد في مدينة ليدن هولندا. مكن الكلام ده الباحثين من التعامل معها ودراستها، ورغم ان وثائق نجع حمادي في غاية الأهمية والدراسة إلا أن نشرها كان يسير ببطء شديد تحت إشراف جيمس إم روبنسون. بدأت عملية ترجمة نصوص تلك المخطوطات للإنجليزي، تلك الترجمة انتهت سنة 1975، وبعد كده ترجمت للفرنسي والألماني. أهمية طب الهري اللي انت بتقوله ده والسنس ايه؟ حاجتين. الحاجة الأولانية هي إن في كتابات آباء زي أرينيوس وإبيفانيوس والآباء الرسولين عامة ردوا على الغنوصيين وهيلاري أسقف بواتيه كذا حد، ده نقطة. النقطة التانية إن الكنيسة رفضها برغم ان هي كان ليه كتابات قلنا في العصر ده او تحديدا نص القرن الرابع، فيعني عدى 3 قرون ونص مفيش كتابات دي موجودة، فجت بعد كده. فدي حد عايز يدس فكرة غلط للكنيسة، وكنيسة مقننة اوضح البابا أثناسيوس رفض الكلام ده لان ده عارف ان دي حاجة جديدة وخارجية من بره الكنيسة، واحد عايز يحشر فكرة غلط. فدول اهم نقطتين. النقطة الاولانية كتابات الاباء ردا على الغنوصيين. النقطة التانية هي ان الكنيسة مش بتقبل اي حاجة وخلاص، ده فكر الكنيسة السليم. نعرف محتويات المخطوطات بإذن الله في الحلقة الجاية على طول. انتظرونا. رجاء محبة مشاركة الفيديو وعمل لايك.